هاتريك، لكن نعود لنتابع سيناريو الأهداف كيف جاء. الحضور التشيلي المتمثل في أليكسيس شانشيز كان حاضرا، وأول هدف بهذه الكيفية تحديدا في الدقيقة 13. يعود ليونيل ميسي ويؤكد فعلا بأنه نجم نجوم العالم بدون منازع. على طريقة الخاصة يتمكن من تسجيل ثاني الأهداف، والأمور لم تقف عند هذا الحد. الإبداع الأرجنتيني نجم نجوم الألبي ثلاثي سيتمكن من تسجيل هدف آخر، وهو الهدف الثالث والثاني على المستوى الشخصي، قبل أن يعود من جديد أليكسيس شانشيز ويتمكن من تسجيل رابع أهداف البلاو جرانا في هذه المباراة الإعدادية بقيادة تيتو فيلا نوفا. أول مباراة له بحضور ليونيل ميسي، والثاني بعد مباراة هامبورغ التي فاز فيها الفريق الكتالوني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. طبعا تفوق واضح وانهيار أخضر عبر دقائق الشوط الأول من عمر هذه المواجهة. طبعا ليونيل ميسي يتمكن هنا من تسجيل خامس الأهداف، موقعا الهدف الثالث على المستوى الشخصي، هاتريك لهذا الاسم. وداني ألفيش البرازيلي يسجل سادس الأهداف من علامة الجزاء، وخروج أغلب الأسماء الوازنة ودخول عناصر شابة بديلة بعد ذلك، والزحف الكتالوني سيتواصل. هدف ولا أروع ومعاناة كبيرة ليسين الحظ الذي كان سيء الحظ في هذه المباراة، قبل أن يتمكن خيرارد ديليفيو النجم الشاب من تسجيل ثامن الأهداف. اللاعب الذي توج مؤخرا مع منتخب الناشئين ببطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 9